بسبب الإقبال المتزايد على التطبيقات الإلكترونية أو حتى المواقع الإلكترونية التجارية من أجل التبضع الإلكتروني في هذه الأيام، تثور جملة من التساؤلات حول إمكانية مقاضاة بعض المواقع أو حتى التطبيقات الإلكترونية فيما لو قامت بتزويد بعض المنتجات بخلاف التي تم طلبها أو حتى بما يصاحبها من وقائع الغش التجاري. في الحقيقة هذه المسائل يعالجها قانون المعاملات الإلكترونية الكويتي وكذلك قانون جرائم تقنية المعلومات، والتي تسمح للمتضرر اللجوء إلى نيابة الشؤون التجارية ومقاضاة الموقع وصاحب التطبيق الإلكتروني، والذي من الممكن مساءلته ومحاسبته وفق أحكام هذا القانون، والتي تعاقب بالحبس والغرامة، وبذلك على من يتضرر اللجوء إلى أحكام هذا القانون وتقديم شكاوي بخصوص هذه المسألة.